بحث العلماء منذ زمن قديم هذه النفس وفتشوا في كوامنها وحقيقتها، ما الذي جبل وما الذي طبعت عليه ومن ماذا تتكون هذه النفس وكيف يمكن أن تتأثر وأن تستجيب. الفلاسفة القدماء قدموا نظرية تبعها بعد ذلك فلاسفة المسلمين بقدر معين، سواء كان بعضهم اتبع في هذا أفلاطون أو بعضهم اتبع أرسطو، ولكن غالبهم كان متبعا لأفلاطون، وقال إن النفس البشرية فيها ثلاث قوى: القوة الشهوانية والقوة الغضبية والقوة العاقلة. ونحن نذكر هذه النظرية دون التسليم بها طبعا، إنما نقول لكم ما الذي جرى من البحث في دراسة هذه النفس. أما القوة الشهوانية فهو ميل الإنسان إلى الشهوات والملذات، سواء كان ذلك في المطعم والمشرب أو كان ذلك في الجنس. ولذلك فهذا الفريق من الفلاسفة يرى أن هذه النفس موجودة في البطن، أي قوة النفس هنا موجودة في البطن وما تحته. والقوة الغضبية هو ثوران الإنسان وغضبه في لحظات كثيرة، وأمام هذا الغضب سيتخذ قرارات مصيرية ستنتهي به إلى خير أو إلى شر. وأما القوة العاقلة فهي التي ترد الإنسان وتمنعه من الإقدام على الأشياء السيئة أو الإنجراف وراء السوء. ولربما بالغ بعض المسلمين عندما فسر هذه القوى الثلاث بقوله تعالى في آيات ثلاث أيضا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وهي القوة الشهوانية، ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي القوة الغضبية التي تثور ثم تغور، أي تتراجع عن الغضب. والنفس المطمئنة: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي به في عبادي وادخلي جنتي، وهي النفس العاقلة. وهذه المحاولة من المسلمين في إضفاء المشروعية على إنتاج الآخر سواء كان في العصر اليوناني أو في العصر الحديث لا تزال مستمرة للأسف الشديد. ففرويد عندما قال بأن النفس البشرية أيضا مكونة من ثلاث، من الهو والأنا والأنا العليا، أيضا وجد من المسلمين من يبرر كلامه هذا بهذه النفوس الثلاث في القرآن الكريم.